قدر متوسط أجر الصافي الشهري بالجزائر خارج قطاع الفلاحة والإدارة ب41,000 دينار جزائري سنة 2018 مقابل 40,325 دينار جزائري سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 1.6% حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الديوان الوطني للإحصائيات. وأجرى الديوان الوطني للإحصائيات تحقيقا سنويا حول الأجور في شهر ماي 2018 شمل 748 مؤسسة، منها 512 شركة عمومية و236 شركة وطنية خاصة تشغل 20 موظفا فما فوق تمثل مختلف النشاطات باستثناء قطاعي الفلاحة والإدارة. ومما كشفت عنه نتائج التحقيق فإن متوسط ما يحصل عليه الموظفون في القطاع العمومي شهريا هو 57,300 دينار جزائري شهريا، فيما يقدر متوسط أجر الموظف في القطاع الخاص ب 33,400 دينار جزائري. ويتربع موظفو قطاع المحروقات وصناعات الاستخراج بشكل عام على قائمة الأجور الأعلى في البلاد، حيث يبلغ متوسط الرواتب الشهرية في هذا القطاع ب 106,200 دينار جزائري، متبوعا بقطاع النشاطات المالية مثل البنوك ومؤسسات التأمين ب 60,300 دينار جزائري، ثم قطاعات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء ب 46,359 دينار جزائري، فقطاع الصحة ب 46,000 دينار جزائري. ولا يتجاوز متوسط الأجر الشهري الصافي في قطاع البناء مستوى 31,000 دينار جزائري، فيما يحصل الموظفون في قطاعي العقار والخدمات على ما معدله 33,900 دينار جزائري شهريا، بينما يبلغ الأجر المتوسط في قطاع الفنادق والمطاعم 34,400 دينار جزائري. ولأخذ نظرة عن الأجر المتوقع الذي يمكنك الحصول عليه في الجزائر حسب مؤهلاتك العلمية، فإن التحقيق ذاته يكشف أن متوسط أجور الإطارات في جميع القطاعات هو 80,000 دينار جزائري و 48,200 دينار جزائري بالنسبة للمكلفين بالإشراف و 29,200 دينار جزائري فقط لإعوان المكلفين بالتنفيذ. وسجل أعلى أجر متوسط بالنسبة للإطارات في قطاع صناعات الاستخراج مثل المحروقات، حيث بلغ معدل أجور هذه الفئة 130,800 دينار جزائري، متبوعا بقطاع الصحة الخاص ب 97,700 دينار جزائري. وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن تأهيل العامل وقطاع النشاط عام أو خاص وحجم المؤسسة وكذا خصوصيات نظام الأجور القطاعية للمؤسسات من أبرز العوامل التي تحدد مستوى الرواتب في الجزائر حسب ما توصل إليه التحقيق السنوي. عزيزي المشاهد، إذا كنت غير مشترك في قناتنا بعد فما عليك سوى الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس كي يصلك الجديد في أوانه، وشكرا لك على حسن المشاهدة.